الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي أحبائي الغالين المتابعين أينما كنتم في هذه الساعة، لا تفوتني فرصة أني أذكركم الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله جل جلاله، اذكروا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، وصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزيدوا من الصلاة. صلوا على النبي محمد أعزائي، طبعا بناء على طلباتكم وتسألوني البارحة أنا عرفت وحطيت، لكن أضطر للمرة الثانية أني أقولكم موجود في الشارجة في ضاحية واسط المطبخ القديم، يعني هذا المطبخ القديم موجود. نعم موجودة. تعال يا ولد عبد الرحمن، افتح 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 افتح. شفتوا هالباص؟ ما شاء الله. الصلاة على النبي محمد، اللهم صل عليه. حطينا في الحفظ والصون. هي نعم، شل الأرقام، شل الأرقام هاي، شل هالرقم، شل الجاشة مطبوخ، السمك ما شاء الله، اللحم، الشواء، هاي الورد اللي طلع واحد لحم. يلا شدوا، خلوا ايدر ايدر يسلمونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله صل على محمد. تبزيرة الشواء موجود. والرقم، وين الرقم عبد الرحمن؟ قالوا اتصل على كلمة على غلط، ما مشكلة. شفتوها بسم الله الرحمن الرحيم، اللي عودوا وياكم على الطاير كذا. الأستاذ العزيز الغالي عبد العزيز الحصان، نجم كرة رياضي فريق اليد، ومع الأيام ما شاء الله قبل نادي الشارجة، وعنده صديق وحبيبه في فرنسا محمد بيطلعونك، فقال اكمل عدد وياه عازمنا على غدا. قال اصبر شرط، محمد من فرنسا يا العميد محمد شرط عليه، قال بتوديني غدا، ما تغدى عندك ما من قصور، ولو بتذبح لي حوار ودنيا وقرقع، انا سمك ما لحم قصدي، ما مليت من اللحم، ابغى شعبي، ونبغى نيس مكان ثاني. قال له عيش رايك نسيم مكان شعبي. قال له وين؟ قابس عند حرية قاسي، انا حرية دومي اتابع في السناب، اي خاصي عند حرية وشو مستقابا، وانا اسمع هذا هشام رمس عبد العزيز. قلت اصبر اصور فاجئة، ما بطلع برا بترياي، وفي ناس ترى نحن الغرف اللي مسوين هاي الغرف اللي عندنا، لا اللي عنده ضيف واللي عنده عائلة واللي بيعزم، يمكن بشكارته مسافرة، يمكن بشكارته مريضة، يمكن امه مريضة الله يعطيها العافية، يتورط ويضيف، لا مجهزين عشان ما يتورطون. ومرحبتين، مساك الله بالخير والنور والسعادة. انت طبعا في سفارة الامارات في فرنسا، ما شاء الله عليك. وعبد العزيز الحصان، مرحبا يا ابو محمد، الساعة المباركة اسفرت وانورت، وابراهيم وجودك يا ابو محمد، ابراهيم طبعا الوجه، ما بنقول نحن ما بنطري الاندية، لكن ما يخصنا أهلنا حبيبي، مبروع الغداء، حيا الله عبد العزيز الغالي، الساعة المباركة، ونتشرف فيكم ما شاء الله ولدك، عسى الله إن شاء الله نشوف عريسا، ونطبخ إن شاء الله في عرسك، ولا تستحي كل سمك عادل. إيه نعم، وأنت ما شاء الله عليك اليوم أكلك شعبي، أنت شعر. بعدين شو سوى عبد العزيز؟ ما أقول لك أنا غنية وأحب الهدية والزبيبة ما الشبع الطيب الخاطر، وصحن واحد يكفيهم، لكن لا يا من فرنسا، فرنسا وفيه بعدهم قالوا وبياح ما شيء، لهم عنده في السفارة يودون لهم، لكن ناس صغيرة ما شيء. شوفوا طلب عبد العزيز بياح وعيش أبيض والسمن عربي، ولا أضع الزادو مقلوا سمك جلعد، ولا أضع الزادو تشين، ولا حطوا عليه بعد سبري، ولا زادو عيش بعد مجبوس وداغوا السعر وراح منزحة، ما شاء الله عليكم ترى والسلطة،
واللومي. اشوف الوجبه قاصره، وين هذا الرطب ولا التمر؟ وبالعافية عليك انت وضيفك، وشرفتنا ان شاء الله. وانت قصرت يا ام سعيد يا العيناويه، يا هذا الرطب ضيوفنا حطينا حق ضيوفنا. لا والله زين، من فرنسا جايين، فرنسا ما فيها رطب. ها سيدي، نعم، ما عندكم رطب؟ ها العين، هالعين ام سعيد جزاها الله خير، كل سنه هاي تجيني متعنيه من العين وتجيب لي رطب. وبالعافيه عليكم، وبالعافيه لكم. هذا شو يسمونه؟ ايوه عمو، لا تسالني، لا تسالني عن اسماء الرطب، اسالني عن البهارات، ما ادري. انزين، وبسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المتابعين الغالين وين ما كنتوا، وخلصنا موضوع الغداء ويا الجماعه والسفره الخليجيه المحليه والعزيمه. لكن نرجع لموضوع ثاني، موضوع حلو وموضوع زين وكلكم تحبونه. طبعا انا خلص موضوعي وياهم من بعيد لبعيد، لكن لا يقول ما جزى الاحسان. تفضل سريع ابوي، تعال تعال. ما جزى الاحسان الا الاحسان، والانسان اللي ينكر الجميل هذا مش انسان. دوم الانسان يذكر المعروف، ويذكر من قدم له خدمات، ويذكر من وقف وياه، ويذكر من ساعده وسانده. ما ينسى يقول خلاص انا ما بوياهم وبودرهم. لا، ما نودرهم، نحن وياهم قلبا وقالبا. منو الناس وحبايبنا؟ ونحن هم الجماعة اللي أنا قاعد أتكلم عن منو هذا الريال. هذا برنامج ومن أحسن البرامج الجماهيرية في الخليج العربي، ويا ما حاولوا ناس اقتماس هذا البرنامج لكن ما قدروا. كان برنامج متميز، وبرنامج لشعبيته، ولليوم لشعبيته، ولليوم الناس متلهفة تبغى تشوفه، وياسة على أحر من النار. ليش؟ لأن برنامج اجتماعي وحلو، ويعطي المدرجات ويعطي الناس، كل واحد يعطون حقه. اللاعب في المستطيل الاخضر اعطوه حقه، والمشجع على المدرجه ما اخذ حقه، ولا وبخدمات انسانيه واجتماعيه يوصل مشاكل الدنيا للناس. برنامج شو؟ برنامج الجماهير. بعد غياب سنتين او ثلاث سنين مع النجم اللامع حسن حبيب، لكن اليوم بيعود بصورته الجديده، بطابعه الحلو، بطلته الزينه. تابعوا برنامج الجماهير. الحين انا سويت مجسم بسيط او المهم الجماعه كلهم متابعين برامج برنامج الجماهير. بالعافيه عليكم، ان شاء الله سعيدين بعودته. نعم، ومن متابعينه بتابع ان شاء الله. جزاكم الله، كلم الربع قاعدين متابعين البرنامج. برنامج زين، شو رايك فيه؟ زين يوم رد، ها فتره طويله ما شفناه. تتريونه؟ شوف حبيبي تري البرنامج. مشكورين، اذا اشوف برنامج الكل يتابعه، والكل الجمهور ما شاء الله. نحن عاد اخذنا لقطه مع الجماهير او الجمهور من المطبخ متابعين حسن حبيب. كلهم يا حسن حبيب تريونك الجماعه. تريان تريان، النجم اللامع حسن حبيب، الله يوفقكم مع النجم اللامع حسن حبيب. بشرة سارة في الوطن وخارجه، عودة برنامج الجماهير يوم الأحد المقبل 23/9. تستاهل يا أبو علي، منور، عساك دوم إن شاء الله على القوة. نحن وياك قلبا وقالبا، أنك أنت ما قصرت في أي إنسان، في أي رياضي، كل واحد عطيت حقه. برنامج ناجح، برنامج حلو، برنامج للمتابعين، الملايين في العالم العربي يتابعونكم. الله يوفقكم بالتوفيق ان شاء الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. السلام. ان شاء الله في انتظاركم 23 يوم الاحد المقبل 23/9 الساعة 8:30 توقيت الإمارات، من العين والرأس. عسى الله يوفقكم إن شاء الله في هالبرنامج الإماراتي المتميز. طبعا لقطة من الجماهير.
كابينة 9 مش 3 تستاهلون كل خير يا ابو علي، نورتوا بالطله الجديده، عسى الله يساعدكم ويعطيكم الصحه والعافيه وسعيدين بشوفتكم وعودتكم الطيبه. انتظروا حسن حبيب يوم الاحد. اهلا وسهلا ومرحبتين، مساكم الله بالخير والنور والسعادة الغالي. المهم موضوعنا موضوع السحناء. تحيدون العام يوم سوينا السحناء بالمطحنة الكهربائية، قلت والله نعيمة وايد، احنا ما نحب نعيمة، ولازم تكون شوية يابسة وتكون شوية خشنة وتكون قلنا ان شاء الله اللي طحناه بعناه. الحين يبنى الجاشع من العمان شوي بعد يابس، ها يبو قالنا شوي نعموها انعم ان شاء الله بعد انعم. من طبيعه السحنه وكل واحد على حسب اختصاصه وعلى حسب فقرته، احنا السحنه خاليه لا، لازم شوي فلفل اسود مطحون لا طشونه مبوايد وشوي قفشه صغيره بعد عطر مطحون يعطيها الطعم، يعطي السحناء. السحناء هي بعد السحناء مهما كان بس خالية، بدون شوية فلفل، بدون شوية زعتر، بدون شوية فلفل أحمر لا، لازم فيها ذوق. نبدا متعصر على العلومي وتاكل هي شو اسمه الدهن العربي. طبعا هذا المنحاز بسم الله الرحمن الرحيم، لازم أول تغسلون يتنظف بدون الحين ما شعد منو عنده مثل هذا؟ ما حد عنده. خلقه ما يكفيه. شوف. طب خلقه هاي عشان ما في ترسبات ما ادري. ما شفتوها. الحين سلمكم الله انزين. هذا السحنة، دول السحنة. مبتوعه لو بعده. قامت فيه شفتوا الطريقه هذه الحين بندقه الحين هي يا بنانا جاهزه فيها فلفل وفيها ادواتها، لكن بعد لا اشوفها شويه تبالي بعدك. شفتوا طالع قرب شفتوا هاي السحناء زينه واقفه ما عليها زود شويه بعد تبغى لها هذا مطحونه فلفل اسود على قطيه مبايده، هذا فلفل اسود وهذا زعتر، هاك الزعتر الطيب المطحون بعد يباله شوي اي نعم. وانتم يربوا وطالع وش قايل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المنحاز هذا ما يلسى، لازم على كرسي الاول الناس توقف بالطريقه هاي، لكن لا الحين ما يحتاج يوقف عندي كرسي شوفوا حبيت انتم صدقها بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله. اي شفتوا حيا يا وجدان طالع اي يا الله تباله لومي اخضر ودهن عربي ما يحتاج اوه الحين شفتوا يبقى شفتوا اكثر عن شيء بعد يا يستحنا الاولين يلا عاشوا 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 اغلب 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 العشاء يلا 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 قواك الله. وين بريان هندي هذا؟ بريان هندي.
مقدم واحد كثر الله خيره فاعل خير ما بنقول منه في ميزان حسناته مقدم ومقيم يلا ابو شو بدي اياه ايه المسلمين ياكلون شيء عدل نعم يلا ودي ودي عبد الله يلا يلا خلاص نعم ما شاء الله المسلمين واقفين ما شاء الله خل ياكلوا ايه نعم ها واحد فعل خير نعم ايش ما دعوا خل ياكل بالعافيه عليه الناس صايمين جزا الله خير في ميزان حسناته ادعوا له الله يغفر له والديه نعم جزا الله خير الله يغفر له والديه ان شاء الله الله يغفر له ولوالدي ريا صباح الخير يلا 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 ودي 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 يلا 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 بابا قلب قلب الجدر قلب الجدر قلب الجدر ايه يلا قلب 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 الجدر عطى الملاس عطى الملاس حياك الله ابوي يا مرحبا بك في ميزان حسنات الريال في ميزان حسنات ان شاء الله ادعوا له ادعوا له جزاء الله خير والف خير يلا عطى ماي عطى ماي وزع باني وزع باني وزع باني كل واحد حد يجيب موز وحد يجيب والناس كل واحد يجيب شيء جزاهم الله خير عبود بعد اشتغل وياهم عبود ما صام كجور كدر جاي كجور موجود 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 يلا عبود تعال وزع التمر هذا التمر وزع اللهم يا رب البيت تشفي الشيخ خليفة بن زايد وتطول عمره وتحط وتخلي شيوخ الامارات حكام الامارات يا رب العالمين السبع وتطول اعمارهم وتبارك في ذريتهم اللهم احفظ شعب الامارات اللهم قولوا امين اللهم اعز الامارات يا رب العالمين قولوا امين اللهم اشفي الشيخ خليفة قولوا امين وشعب الامارات وارض الامارات وعامة المسلمين ان شاء الله الله يغفر لكم جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يعز حكومة الامارات ان شاء الله امين يا رب العالمين نعم